ممثل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معالي الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، معالي محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح، معالي محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت محمد المهنة. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم سعادة الشيخ سالم النواف الأحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الموروث البحري الخليجي، نرحب بكم جميعاً في حفل ختام فعاليات ومسابقات مهرجان الموروث البحري الخليجي للعام 2018-2019، والذي يحظى وللسنة التاسعة على التوالي برعاية ومكرمة أميرية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. في بداية حفلنا هذا أدعو رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الموروث البحري الخليجي سعادة الشيخ سالم النواف الأحمد الجابر الصباح لإلقاء كلمته بهذه المناسبة مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. ممثل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله والله ورعاه، معالي الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأمير الموقر، معالي محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الموقر، معالي محافظ العاصمة الفريق متقاعد السيد ثابت محمد المهنة الموقر. أخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم أن يحظى مهرجان الموروث البحري الخليجي بهذه الرعاية السامية الكريمة من مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. للسنة التاسعة على التوالي، فهذه الرعاية والمكرمة الأميرية هي النبراس الحقيقي الذي نسير عليه في المحافظة على هذا الموروث البحري الذي يمثل تراث الآباء والأجداد، وهو الدافع الحقيقي للقائمين على هذا الموروث البحري الذين سعوا جاهدين للمحافظة عليه من خلال التنوع في هذه المسابقات والفعاليات البحرية لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من الحداقة والمهتمين بالتراث البحري للمشاركة في هذه المسابقات، والتي حرصت اللجنة المنظمة على تنوعها ما بين مسابقة الحداق ومسابقة الجنعد ومسابقة حداق السيف والمسابقة الكبرى مسابقة دانة الأمير. وهذا العام تميزت فعالياتنا بزيادة واضحة وملحوظة لقيمة الجوائز للفائزين، والتي كانت لها الأثر الطيب في نفوس المشاركين جميعاً. ولن ننسى أيضاً الرعيل الأول، حيث أن لهم دور فعال ونستمد منهم النصائح والرشد في إنجاح هذا الموروث، حيث شارك الجميع في هذه المسابقات بين الرعيل الأول والجيل الحالي من الشباب المحب لهذا التراث. أولاً الفائزون في مسابقة الجنعد والتي شارك فيها أكثر من 97 مشاركاً، وفاز في المسابقة 5 فائزين. الأول يعقوب يوسف بن جبل،
الثاني علي عباس شموه. الثالث عصام إبراهيم الحسون. الفائز الخامس عبد الله صادق الخليفي. ثانياً مسابقة الحداق والتي شارك فيها 112 متسابق وفاز 10 متسابقين. الأول أحمد إبراهيم غلوم. الثاني هاني عبد الله الصقران. الثالث سعود عبد الله السويدي. الرابع طلال بندر الخطاف. الخامس عبد الكريم خزعل عبد الكريم. السادس فهد يعقوب الدوسري. السابع علي محمد الصالح. الثامن جاسم محمد الهولي.